حولي نستقبل كابتن نادر الطرهوني، طبعا لاعب المنتخب الليبي السابق، نتكلم معاه شويه عن مباراه منتخب مصر مع ليبيا ان شاء الله هتتلعب بعد بكره. مساء الخير كابتن نادر. مساء النور، تحيه ليك كابتن احمد. اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي، اهلا وسهلا. بدايه خليني اخد رايك، مواجهه اصبحت بحكم موقف الفرقتين في المجموعه صعبه. ليبيا في الصداره برصيد 6 نقاط، مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبالتالي المواجهه ذهابا وايابا تحسم الى حد كبير جدا شكل المنافسه على المجموعه. ازاي بتشوف لقاء الذهاب وازاي بتشوف استعدادات منتخب ليبيا؟ بسم الله. هي اول شيء يعني ان شاء الله تكون مباراه تليق بقيمه المنتخبين وبالعلاقه الوطيده بين المنتخبين وبين البلدين الاشقاء. اكيد يعني زي ما تعرف دائما مباراه المنتخب الفصل دائما يكون فيها شبه بمباراه الديربيات، يعني دائما فيها النديه، فيها الجمال، فيها الاهداف، يعني هذا ما فتنا على عبر المباريات التاريخيه، يعني سواء كانت في كاس امم افريقيا او التصفيات كاس العالم امم افريقيا فيما سبق، يعني دائما المباريات كانت لها نوع خاص. لكن زي ما تعرف هي ظروف الحمد لله المنتخب الليبي الفتره الاخيره يعني يمر بانتعاشه، خاصه بعد رفع الحظر عن الملاعب الليبيه، بعد انتعاشه ورجوع القطبين الكره الليبيه للمشاركات الافريقيه، تنتقل الدوري من جديد واستكمال الدوري في النسخه السابقه، يعني كل هذه الظروف، كل هذه الاشياء ساهمت في نجاح المنتخب وساهمت في تطور مع كليمنتي في امور المنتخب. زي ما نعرف في الفتره الاخيره كابتن ان المنتخب الليبي مر عليه عدد واسماء كثيره من المدربين، يعني في ظل 4 سنوات 5 سنوات مر عليه اكثر من 10 مدربين. يعني لين رجوع اتحاد الكره للمدرب كليمنتي ما يملكه من خبره وحصوله على الشان مع منتخب الليبي فيما سبق، يعني كل هذه الامور رشحت الكفه لكليمنتي ورشحت الكفه لاتحاد الكره الليبي ان يمر المنتخب الليبي بانتعاشه من جديد. زي ما نعرف ضروره هذه المباراه، مباراه المنتخب الليبي بالنسبه لنا لا تقبل قسمه على اثنين، زي ما تعرف ان خطف نقطه من المنتخب المصري المنتخب المنافس لنا في هذه المجموعه تعطي او نضع قدم للترشح للمونديال على الرغم من صعوبه زي ما تعرف التصفيات انك انت لو حتى خرجت متصدر لهذه المجموعه حتقابل احد افضل المنتخبات الافريقيه في الاونه الاخيره سواء كانت منتخبات عربيه او افريقيه. يعني زي ما قلت بس دي مش تصريحات خافير كليمنتي، يعني خافير كليمنتي بيتكلم بمنتهى الثقه ومن حقه طبعا، يعني دي وجهه نظره وده رايه يحترم، بس في النهايه هو بيتكلم على انه جاي القاهره عشان يحافظ على صدارة المجموعة، وعارف ان منتخب مصر قوي بس هو شايف ان هو ليه الافضلية حتى وان كانت المواجهة على ارض او على ملعب المنتخب المصري. اكيد اكيد كل تصريحات كل مدرب يملك من تصريحات باش يفك الضغوط على لاعبيه ويجعل الضغوط على المنتخب المنافس. لكن خلينا نكون واقعيين، يعني دائما في الكورة لازم الواقعية هي ما ترشح الكفة او هي ما تخلق وتفك الضغوط على اللعيبة. نعرف قوة المنتخب المصري مهما يكون تغير حسام البدري بمدرب جديد كيروش، مهما كانت الخلافات او بعض الظروف استبعاد افشة، استبعاد الهداف محمد شريف، استعانه بخبرات عبد الله السعيد واحمد فتحي، يعني بما كانت الظروف المنتخب المصري انه هو يمر بفتره غير مستقره، لكن تبقى قيمه المنتخب المصري قيمه ثابته لما تتكلم عن محمد صلاح وما ادراك محمد صلاح في الاونه الاخيره من العروض اللي يقدمها من يعتبر في الوقت الحالي افضل لاعب في ثبات مستوى على مستوى العالم، تتكلم على رجوع حاله التهديف لمصطفى محمد، يعني هذه كلها لازم تنحط بعين الاعتبار. اكيد كليمنتي زي ما قلت لك تصريحاته كلها اللي فك الضغط على اللاعب الليبي او لاعب المنتخب الليبي، لكن زي ما قلت لك المنتخب الليبي يمر بافضل حالاته في الفتره هذه، ان شاء الله يستمر هذه الفتره بافضل حالات. نعرف ان جل المنتخب الليبي اللاعبين عدم استئناف الدوري يمروا بعدم الانتعاش او عدم الاستفاده من رتم المباريات، نعرف ان اغلبيه اللاعبين محليين مع اعتماد 5 أو 4 لاعبين اللي ينشطون في الدوريات العربيه اللي لسه او الحين بس كيف استأنفت نشاطها، يعني دائما هذه الظروف كلها لازم تتخذ بعين الاعتبار، نحترم اراء كليمنتي اكيد بفك الضغط على اللاعبين، لكن دائما الواقعيه في المباريات الكبيره لازم تكون تلعب بالواقع، منتخب مصري ما يستهانش به، منتخب مصري يملك اللاعبين قادرين يغيروا بجزئيات بسيطه من مجريات المباراه، لازم يحط بالاعتبار خطه اولى، خطه ثانيه، خطه ثالثه باش توقف محمد صلاح وعدم وصول كره لمحمد صلاح وكيف تشل حركه النص مثلث الرعب، تتكلم على طارق حامد، على محمد النني، على عبد الله السعيد، يعني يملكوا من الخبره ويملكوا من السرعه ويملكوا من الحنكه داخل الملعب ما يضيف لمحمد صلاح ويجعل انه يلعب بحريه. ان شاء الله تكون لاعبينا في يومهم نفس مباراه انغولا ونفس مباراه الجابون وتكون الظروف ملائمه، وليش لا نخطف المباراه من المنتخب المصري من برج العرب من الاسكندريه؟ لا احنا هنخطف المباراه دي وهنخطف المباراه اللي بعدها كمان.
ان شاء الله التوفيق للمنتخب اللي يلعب احسن، المنتخب اللي أكبر. طبعا في النهايه لقاء بين منتخبين شقيقين اخطاء. كابتن احمد لازم المهم في هذه المباراه اي منتخب يكون اقل اخطاء وتركيزه نسبه التركيز 90% في المباراه اكيد حيكون صحيح. انتوا عملتوا معسكر في تركيا في انطاليا على ما اتذكر مظبوط؟ صحيح. شاركت فيه كل اللاعبين ولا تتوقع ان يكون في غيابات باي سبب من الاسباب؟ يعني يمكن عرفت ان في بعض الاصابات اخيرا، وفي بعض اللاعبين اللي كانوا اساسيين في منتخب ليبيا مش هيلعبوا المباراه الاولى على الاقل. لا هو جل اللاعبين يعني في حاله صحيه في الوقت الحالي ممتازه، يعني كل اللاعبين المحليين شاركت في هذا المعسكر، اللاعبين المحترفين، تتكلم على معتصم المصراتي، تتكلم على حمد الجوني، مؤيد اللافي، بعض اللاعبين اللي ما كانوا عندهم التزامات مع انديتهم، لكن الان كلهم وصلوا لاسكندريه، كلهم التحقوا بالمعسكر، زي ما قلت لك ان شاء الله كليمنتي يكون اول شيء واقعي مع المنتخب المصري، ما يستعرضش بالاعلام بالميديا بالظروف الاخيره للمنتخب المصري، لكن زي ما قلت لك دائما الواقعيه في هذه المباريات والجديات البسيطه هي اللي ترشح الكفه الارجح. نتمنى ان شاء الله تكون مباراه تليق بالمنتخبين الكبيرين وفي النهايه اشقاء ويفوز من يستحق ويبذل الافضل في الملعب. بشكرك شكرا جزيلا كابتن نادر الطرهوني، طبعا نجم الكره الليبيه ونجم منتخب ليبيا.